ويمكن كمان امبارح بالليل متاخر شويه لقوا كان في يمكن 3 4 ايام حر جدا، وابتدت الناس ترجع تصيف تاني والدنيا حر، والنهارده درجه الحراره نزلت. والحقيقه الارصاد قالت ان في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه النهارده وبكره. ده اللي حذر منه دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه، حذر المواطنين من حاله الطقس خلال يومين الجايين، وتوقع ان البلاد تشهد حاله من عدم الاستقرار النهارده الخميس وبكره الجمعه. معانا على التليفون دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طيب احنا كان عندنا كام يوم كده حاجه زي موجه حاره، وفي بعض الناس اللي بتعاني يمكن من حساسيه عندها برضو مشكله في التراب او كذا. انا عايزه حضرتك بس تشرح لنا يعني احنا نقدر نعمل ايه والحاله بالظبط عامله ازاي سواء النهارده او بكره. يعني احنا عندنا حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، الذروه بتاعتها هتكون اليوم وغدا متمثله في نشاط الرياح اللي بتطير مال واتربه على اغلب انحاء الجمهوريه. ايضا فرص سقوط امطار ايضا على اغلب محافظات الجمهوريه، لكن بتختلف شدتها من مكان الى اخر. فالسواحل الشماليه وسيناء شمال وجنوب وثلاث جبال البحر الاحمر وجنوب البلاد الامطار ممكن تكون غزيره هناك. بينما الوجه البحري والقاهره وشمال ايضا الو ايوه اي يا فندم اتفضل. دكتور احمد سامعني؟ دكتور احمد معانا يا جماعه؟ طب هنعاود الاتصال بحضرتك دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه. طبعا زي ما اشار الدكتور احمد من المتوقع ان تشهد معظم انحاء الجمهوريه رياح مثيره للرمال والاتربه، فيا ريت الناس تاخد بالها، والناس لو سمحتوا اللي ماشي على الطرق السريعه عشان كان في كذا شكوى. دكتور احمد رجع لنا تاني. الو انا مع حضرتك. اتفضل يا فندم. طيب احنا بس عايزين نستفسر عن موضوع الطرق السريعه كمان يا فندم، لان في كذا شكوى هي جايه الصبح الناس تمشي يعني تسافر ولا تعمل ايه؟ طبعا يعني هو انا يعني لا افضل ابدا ان انا اوقف الحركه العمل في اي مكان كان، لكن علينا ان احنا نتخذ اجراءات الحيطه والحذر اثناء القياده على الطرق وانخفاض الرؤيه لاي سبب او لاي ظاهره كانت. بطبع تعليمات المرور بكل دقه. بقى اتمنى بالذات الساده السائقين المدارس والحضانات يتوخوا اكثر درجات الحذر ويبقى يطبق تعليمات المرور حفاظا على ارواح الاطفال اللي معانا. طيب هل متوقع سقوط امطار يا فندم؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك سقوط الامطار متوقع اليوم وغدا وعلى اغلب انحاء الجمهوريه تختلف شدتها من مكان لاخر، وقلنا ان بتكون شديده على السواحل الشماليه وشمال وجنوب سيناء وثلاث جبال البحر الاحمر وجنوب البلاد، خاصه مدينتي حلايب وشلاتين بتكون خفيفه ومتوسطه متوسطه على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد. تمام. بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه دكتور احمد؟ السواحل الشماليه بتتراوح ما بين 27 28، الوجه البحري والقاهره من 28 29. ايوه. جنوب سيناء شمال الشيخ والغردقه حتى شمال الصعيد ما بين 30 31، جنوب الصعيد ما بين تمام. بشكر سيادتك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه. نتوخى الحذر يا جماعه النهارده وبكره لو سمحتم، خصوصا الناس اللي بتوصل ولادها المدارس او سائقين الاتوبيسات الخاصه بالمدارس والحضانات لو سمحتم. طيب ده كان بالنسبه للارصاد، وتوصلوا بألف مليون سلامه يا رب. والحقيقه تعالوا بقى ننتقل لخبر تاني.